بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحباء الطلاب، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. حياكم الله وبياكم، وتقبل الله أعمالكم، وإن شاء الله صباح مبارك مليء بالسعادة والصحة والعافية إن شاء الله. إحنا إن شاء الله خلال هذه الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي للفصل الثاني، إن شاء الله راح نواصل وياكم بمادة تعد من الأهمية بمكان، تلك هي مادة المواريث. وهذه المادة أحبائي من المواد التي تتطلب على أقل التقادير جهداً إضافياً من الطالب لكي يتقن جميع الأمور المرتبطة بهذا الموضوع. بالحقيقة مسألة المواريث أو علم الوراء المواريث، العلماء كأنما يطلقون كلمة المواريث أو الميراث ويريدون منها أحد المعاني الآتية. يعني إذا طرق سمعنا مصطلح المواريث أو مصطلح نفترض علم المواريث، فلا بد أن يأتي إلى أذهاننا أحد المعاني الثلاثة. المعنى الأول، يطلق المواريث ويراد منه هي تلك القواعد والأساسيات والضوابط التي يعتمد عليها في استخراج الميراث وتقسيمه بالقسمة الشرعية المنصوص عليها من قبل الشارع المقدس. هذا المعنى الأول. المعنى الآخر اللي استفيد من الميراث هو لا، الميراث المقصود به هو المال الذي يفضل عن الميت. الميت أحبائي إذا مات وبقي له من الخير أو من الأموال، سواء كانت هذه الأموال منقولة أو غير منقولة، هذا ما يفضل من الميت أو من تركة الميت يسمى بالميراث. صار عندك قيد معنيان. المعنى الثالث، إذا سمعت كلمة ميراث مباشرة ينتقل ذهني إلى مسألة الاستحقاق المالي. يعني مباشرة عندما أسمع كلمة ميراث، إذن رأسا يتبادر إلى ذهني هنالك مسألة استحقاق لبعض الأموال، سواء كانت أموال منقولة أو أموال غير منقولة، سواء كانت كثيرة أو سواء كانت قليلة. إذا تبين عندي أحبائي وأعزائي أن علم الميراث أو نفس الميراث يطلق ويراد منه أحد معاني ثلاث. مرة هو القواعد الفقهية والضوابط والأساسيات اللي هي تخص مسألة تقسيم الميراث واحتسابه بالشكل الصحيح. ومرة لا، المقصود من الميراث هو ذلك المقدار من الأموال الذي يورث جراء موت المورث. والمعنى الثالث أحبائي وأعزائي، يطلق الميراث ويراد منه الاستحقاق. هذا ما يخص تعريف الميراث. المسألة الثانية اللي ربما قد تتبادر إلى أذهاننا، هذه العلاقة في مسألة الاستخلاف وخلافة الوارث للمورث. هذه المسألة أو هذه العلاقة، هل هي علاقة طبيعية أو لا؟ طبعاً بالنسبة إلى الوجهة الدينية الإسلامية وكذلك بالنسبة إلى بقية بعض الشرائع، ذكروا بأن طبيعة الخلافة خلافة الوارث للمورث، هذه تتحدد بعدة معطيات. البعض من عندهم ذكر قال بأن العلاقة اللي ترتبط بين الوارث والمورث
إنما هي علاقة شخصية ومالية. بس خلي بالك وياه، عندما أقول بأن هذه العلاقة شخصية ومالية، يعني كل ما يترتب على المورث المتوفى راح وين ينتقل؟ ينتقل إلى الوارث. ليش؟ باعتبار هو راح يمثله ويورثه حتى في المسائل الشخصية. هذا في المعنى. مضافا إلى ذلك أحبائي هي المسألة المالية، هذا معنى في التصوير وبالورد مسألة طبيعة العلاقة. وعندنا لا بعض القوانين مثل القانون الألماني يقول لا، طبيعة العلاقة ما يخص الوراث هي مسألة مالية صرفة. يعني الإنسان لا يأخذ يعني من المورث إلا هذه الجنبة، أما غير جنبة كما ذهب التشريع الروماني فالمسألة لا مختلفة. يقول لك أنا إلى حق بجانب مالي أخذه ثم أدع ما ليس غير ذلك. وعندنا النظرة الإسلامية اللي هي النظرة الواحدة. لا شك أحبائي بأن إحنا نظرتنا إلى الخلافة تقول بأن العلاقة التي أو طبيعة الاستخلاف الذي يخلفه الوارث للمورث إنما هي مسألة مالية، لكن بإضافة بعض الأمور. يقول شنو بإضافة بعض الأمور؟ إحنا شوف أحبائي، المسلم إذا أراد أن يرث المسلم الآخر فهنالك بعض الأمور اللي نتنبه لها. المسألة الأولى أنه الوارث من حقه يأخذ الأموال التي تفضل عن التركة، التي تفضل عن مؤونة الميراث. بس تقول ليش تقول تفضل؟ لأنه إذا كان الميت له مجموعة من الديون والحقوق المترتبة في ذمته فلا شك ولا ريب بأن الميراث لا يقسم بين التركة إلا بعد تصفية الدين، تصفية الوصية وما يرتبط بذلك. لذلك حتى في كثير من الآيات المباركة القرآنية تشير الآيات إلى قوله تعالى من بعد وصية أو دين. يعني إذا كان توجد وصية عند الميت أو يوجد دين مترتب في ذمة الميت فلا بد حينئذ أحبائي إحنا ننفذ الدين ونصفي الدين وننفذ الوصية. من بعد ذلك ما يفضل عن هذين الأمرين احنا بامكاننا حينئذ احبائي نوزع التركه او الميراث على الورثه بشكل طبيعي ولا مشكله في ذلك. صار عندي تعريف الميراث وصار عندي طبيعه الخلافه، هل هي خلافه ماليه وشخصيه؟ هل هي خلافه ماليه حصرا ام خلافه ماليه بلحاظ بعض الشروط والقيود كما هو المذهب الاسلامي؟ صار عندي امران عرفنا. الامر الاخر احبائي بامكانك تسالني تقول هسه احنا عرفنا بان الوارث له نوع من الخلافه على المال الموروث من قبل المورث، فهنا احبائي متى يستحق الوارث هذه الخلافه؟ لا شك ولا ريب احبائي بان الوارث يستحق التركة حين موت المورث، يعني مباشرة ما يموت هذا الإنسان، ما يموت المورث فإن الوارث يستحق هذا المقدار. يعني راح أعطيك في شيء عرفي، مرات ما أدري إن كنتم سمعتم بذلك أو لا، مرات بين الحين والآخر أسمع يقولون الأب وزع التركة قبل أن يموت. طبعا هذا التوزيع إذا كان بعنوان الإرث فهو توزيع غير صحيح، لأنه الإرث عندما نقول إرث إذا عندي شخص ميت توفى وهذا الشخص الذي توفى له
من الأموال والتركة ما يفضل عن مؤونة الوصية والدين ثم يوزع. لاحظ شلون أحبائي؟ إذن على هذا الأساس أن وقت استحقاق هذه التركة ووقت استحقاق هذا الأمر إنما هو إذا مات الإنسان فإن الورثة يستحقون هذا الميراث. هذه حالة. عندنا حالة أخرى دائما راح ترافقنا في مسألة الميراث، وأعتقد تكررت عندنا سابقا في مسألة الوصية. إحنا شوفوا أحبائي أعزائي، تذكرنا سابقا بأن الإنسان حر وحر في تصرفه في أمواله باعتبار سلطته أو سلطنته على أمواله. يعني أنا اليوم أملك هذا الجوال مثلاً أحبائي، بإمكاني أتصرف به كيفما يحلو لي باعتبار أنا متسلط على هذا المال لأنه خاصتي. لكن إذا وقع الإنسان في مرض الموت، هسه تسألني شلون أكشف هذا المرض مرض الموت؟ إحنا ذكرنا سابقاً هذا المرض إذا كان جرائه توفى الإنسان فهنا أحكم بأن هذا المرض هو مرض الموت. أما الإنسان إذا مرض ولم يتوفى بالتالي لا يعد حينئذ هذا المرض هو مرض الموت. زين، فهنا الإنسان إذا كان قد مرض عافاكم الله، إذا مرض هذا الإنسان ومن بعد فترة اتصال بهذا المرض توفى، فهنا الفقهاء يسمون هذا المرض مرض الموت، يعني ذلك المرض الذي أعقبه الموت بشكل مباشر. هنا الإنسان اللي يموت بهذه الطريقة فإن الورثة لاحظوا يكون وقت استحقاقهم للتركة من حين مرض الموت. يقول لي ليش؟ الجواب كالآتي: لأن الإنسان إذا أصبح في مرض الموت فإن الملكية الخاصة به إنما تكون ملكية متزلزلة، ملكية غير ثابتة. لاحظوا شلون؟ الملكية مالته غير ثابتة، لذلك تسمى مرض الموت له يعني أسبابه تداعياته وإلى وضعه الخاص، من أن الميت إذا كان في مرض الموت فإنه أحبائي أعزائي لا يستحق من أصل أمواله إلا الثلث. يعني الميت أو المريض في مرض الموت فأراد أن يوصي، هنا إذا كان مريض وراد يوصي دائما أيد وصيته بالثلث. اللي ليش؟ أقول لك لئلا يكون مرضه مرض موت. عشان تسأل تقول إذا قيدوه بالثلث وورا فترة إنسان رجع معافى وسليم ويرجع، هنا يبقى على الثلث؟ أقول لك لا، لأنه كشف انتهاء الأمر، كشف بأن المرض ليس من مرض الموت، بالتالي إذا بيتصرف بأمواله كيف. لكن إذا مات الإنسان والحاد وحاده فإن العمل الصحيح إنما يتوقف على الثلث، أما أكثر من ثلث الميت فإنه يحتاج إلى إجازة بقية الورث. طبعاً إذا أحبائي إذا راجعنا يعني راجعنا القرآن الكريم وطبعاً كذلك الآيات والعفو الروايات الواردة عن يعني أهل البيت عليهم السلام، راح نلاحظ مجموعة كبيرة من الآيات والروايات التي تشير إلى مسألة الميراث. يعني هذا السؤال دائما أعتقد يكرر في الأسئلة ودائما يأتي إليكم: ما هو الأصل التشريعي؟ ما هو أو الدليل الشرعي؟ أو ما هو الأساس الشرعي مثلا إلى مسألة الميراث في الناحية الشرعية؟ أنت تقول لي هنالك مجموعة من الآيات المباركة الكريمات التي دلت على أصل مشروعية الميراث وتقسيم الميراث. إذا كنتم وياي بالصورة، عندنا مجموعة من الآيات اللي هي مثلا ما ورد في سورة النساء من آية 11 إلى آية 14، وكذلك ما ورد في آية النساء آية 176، وكذلك ما ورد في سورة الأنفال رقم الآية 75.
لاحظ سورة النساء من آية 11 إلى 14، لاحظها ضمنت معاني كبيرة في مسألة الميراث وكيفية القسمة، وهذا الأمر يعني جدا مهم. يعني لاحظ القرآن الكريم شلون يصنف وشلون يجعل الضابط في التقسيم، وحصة الذكر وحصة الأنثى وحصة الأب من يعني حصة الزوج من الزوجة، وحصة الزوجة من الزوج سواء كان له أولاد أو لم يكن له أولاد، وكذلك إن كان لها أولاد أو لم يكن لها أولاد، وكذلك حصة الأب والأم إذا لم يكن له أولاد، وكذلك حصة الأم إذا كان للميت أخوة فإن حصتها راح تنزل حينئذ من الثلث إلى السدس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا صاحب الكتاب يروي لنا في القصة حول مسألة سبب النزول، هاي أحبائي بإمكانكم تطلعون عليها، بأنه لما توفى أوس الأنصاري وترك حينئذ امرأة وثلاث بنات، فكان هنالك رجلان يعني أبناء عم الميت، فأخذ جميع هذه التركة وما تبقى من ذلك. فشكت زوجة أوس الأنصاري هذا الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: يا رسول الله، ترى القضية بهذه الكيفية، وأنا وبناتي يعني ما عندي في الشيء. فيقال بأن هذه الآية نزلت حتى تبين المقدار الشرعي من الميراث، وكذلك تدفع عمن تدفعه نفسه ظلما وعدوانا واستخفافا وعدم تقدير، إلى أخذ يعني حقوق الآخرين من دون وجه شرعي. وأعتقد تقدم عندنا سابقا أحبائي وأعزائي بأن مسألة إسقاط الحقوق إنما يتم بعدة طرق، إما من ناحية الإبرام، من ناحية التصالح، ومن ناحية التنازل حينئذ، ولا مشكلة في ذلك. زين، إذا عرفنا هاي الأمور أحبائي اللي تتعلق بالميراث، عندنا قضية أخرى اللي هي دائما تكون لازم حاضرة في ذهن كل شخص منشغل في مسألة الأحوال الشخصية، اللي هي مسألة أركان الميراث أو أركان الإرث. إحنا أحبائي عرفنا تعريف الميراث، ويعني هذا في الشيء مهم، والدور عرفنا طبيعة العلاقة بين الوارث والمورث، وكذلك عرفنا أحبائي مسألة أخرى اللي هي وقت استحقاق الميراث، هل هو عند الموت مباشرة أو في حينئذ مرض الموت يستحقونه كذلك. الدور عرفنا بصورة موجزة سبب نزول آية الميراث التي تدل على أهمية الميراث. الآن نأتي أحبائي وأعزائي إلى مسألة أركان الإرث. شلون عندما نقول مثل أركان الصلاة خمسة، كذلك هنا ما هي أركان الإرث؟ طبعا بحسب ما ورد في المادة 86، إذا دققنا كثيرا راح نلاحظ كذلك. أولا يحتاجنا إلى مورث. شلون قلنا بالوصية؟ قلنا يحتاج إلى موصي اللي هو الأساس في مسألة الوصية. إذا أولا أركان الميراث نحتاج لنا إلى مورث، والمورث هو الشخص المتوفى، يعني الذي يقع عليه الموت وتفضل من أمواله مجموعة من المقادير. إذا عندنا المورث، والثاني الوارث. الوارث هو الشخص الذي يستفيد من الإرث. شلون احنا بالوصية اللي عبرنا عنها قلنا الموصى له هو الشخص المستفيد، هنا أيضا الوارث هو الشخص المستفيد جراء بقاء الإرث من قبل المورث. ثلاثة هي مسألة الميراث. الميراث هو نفس المال، يعني المال اللي يبقى من المورث يسمى هذا ميراث. وهذه الأركان أحبائي الأربعة، آسف، هذه الأركان الثلاثة هي من الأهمية بمكان. يعني هذه الثلاثية إذا دققناها بشكل صحيح راح يصير عندي مثلث، عندي مورث رقم واحد هو الأساس،
وعندي أحبائي كذلك الوارث هو الشخص المستفيد اللي راح نجي عليه، وهنالك مجموعة من الشروط التي ترتبط بالوارث، وكذلك عندنا الركن الثالث اللي هو الميراث، وعندنا أيضا مجموعة من الشروط التي تتعلق بالميراث حتى بإمكان الورثة بعد ذلك تقسيمه بشكل صحيح. إذا عرفنا إلى هذا المقدار، قبل ما ننتقل إلى مسألة أخرى أحبائي، أود يعني أبين في شيء حتى تمهيدا إلى مسألة الفروض وما يتعلق بالتقسيمات والضوابط الشرعية اللي راح نعتمدها في كامل الأيام. الوارث هو ذلك الشخص الذي يستفيد من الميراث الذي يبقى من الورث. هذا الوارث أحبائي ينبغي أن تربطه رابطة وين؟ بالمورث. يعني إذا لم توجد رابطة سواء كان قبيل النسب أو السبب، فكيف يمكنه أن يرث من المورث؟ لاحظين إن شاء الله من هذا الشخص الوارث الذي يريد الاستفادة من أموال الميراث ينبغي أن تربطه برابطة يعني نسبية أو سببية في مسألة المورث. العنوان الآخر أحبائي اللي راح نتطرق له بعد ما عرفنا تعريف الميراث وعرفنا طبيعة العلاقة القائمة وكذلك عرفنا وقت استحقاق أحبائي الميراث، كذلك عرفنا سبب نزول آيات المواريث، كذلك دور اضطربنا وعرفنا أركان الميراث، راح نوصل إلى نقطة أخرى وهي أحبائي أسباب الإرث. يعني أقول سبب أو لا. شلون هسه احنا عندنا مثلا يجي واحد يقول يا ما أسباب غسل الجنابة؟ نقول له 1، 2، 3. ما أسباب قضاء الصلاة؟ 1، 2، 3. هنا ما هي أسباب الإرث؟ لاحظوا أحبائي، طبعا المشرع العراقي طبعا ذكر أو تناول سببين فقط من أسباب الإرث فقط، يعني مو أكثر. السبب الأول هي مسألة القرابة والنكاح الصحيح. طبعا ان شاء الله راح يجينا في قابل الايام اذا راح تدققون في هذه المساله، هل ان اسباب الارث والميراث متساويه بين المذاهب الاسلاميه او لا؟ الجواب احبائي اعزائي، الجواب كلا. ان اسباب الميراث بين المذاهب الإسلامية مختلفة. فذهب الإمامية إلى أن من أسباب الميراث هي مسألة السبب والنسب. السبب أحبائي اللي هو من قبيل الزواج، والسبب اللي هو من قبيل اللي تعرفنا عليه سابقا، السبب العفو النسب اللي هو قبيل الأب والأم والابن والبنت والأخوة والأخوات والأعمام والعمات وما شاكل ذلك على اختلاف الطبقات الكلام. بقية المذاهب الإسلامية عندهم أكثر من سبب، مثل عندهم الميراث بالولاء، الميراث بالتعصيب، الميراث يعني بغير أمور راح تجينا إن شاء الله بالتفصيل. لكن قانون الأحوال باعتبار هذا احنا شغلنا الآن، قانون الأحوال الشخصية لم يتناول من أسباب الميراث إلا سببان. الأول اللي هو يعني النكاح، والقضية الأخرى القرابة الصحيحة اللي احنا نسميها القرابة النسبية. زين هسه تسألني تقول شنو بالقرابة؟ طبعا احنا هاي المسألة ينبغي أن تكون الواضحة. القرابة طبعا هي الصلة النسبية بين الوارث وبين المورث عن طريق شنو؟ عن طريق الولادات، يسمونها قرابة
نسبية. طبعا القرابة النسبية أحبائي أقوى من القرابة السببية. لاحظوا شلون صار أقوى وأقوى. زين، الأمر الثاني من أسباب الميراث الذي أشارت إليه المادة القانونية السابقة هي مسألة النكاح الصحيح. النكاح الصحيح يقول يعني حتى يكون توارث بين الطرفين، يعني بين الزوج وزوجته، ينبغي أن يكون بينهما عقد الزواج صحيح. لاحظوا شلون؟ يعني أقرب لك الصورة. إذا كانت نوع العلاقة بين المرأة، بين الرجل والمرأة، علاقة مو نكاح صحيح، كأن يكون مثلا وطء شبهة، صح، من دون محرم زنا والعياذ بالله، الله يرفع مقام، بل كان من قبيل وطء شبهة اشتباها، هنا يصير ميراث؟ قالوا كلا. شلون قضية الطلاق؟ من عرف من الطلاق وان الطلاق فرع ثبوت العقد الصحيح، والا اذا ماكو عقد صحيح بين الرجل والمراه انما ياتي الفسخ وليس الطلاق. لاحظ شلون؟ زين، اذا عرفنا هذا المقدار اذا راح يتبين لي اذا لم تكن هنالك قرابه نسبيه ولم يكن هنالك بين الرجل العفو والمراه علاقه بعقد صحيح، بل كانت مثلا من قبيل وطئ شبهه، فان الميراث حينئذ لا يتحقق كما سياتي ان شاء الله تعالى. العنوان الآخر اللي يعني يكون نتطرق له أحبه هي مسألة شروط الإرث. طبعاً المادة 86 ضمنت هواي فقرات، من جملة الفقرات اللي ضمنتها هاي المادة 86 هي مسألة شروط الإرث. طبعاً عندنا مجموعة من الشروط المرتبطة بمسألة شروط الإرث. العنوان الأول هو موت المورث. لاحظ موت المورث حقيقة أو حكما؟ هسه حقيقة أنا قدام عيني إن شاء الله الصحة والعافية للجميع، قدام عيني شفته توفى، ومرة لا حكما حكم الحاكم بموته، خلاص نقطة راسه، هذا شروط الميراث. الشرط الثاني أحبائي تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. يعني إذا تحققنا من موت المورث، الأمر الآخر هو شو نسوي؟ هو نتحقق من حياة الوارث بعد التحقق من موت المورث، هاي اثنين. والمسألة أو العفو الشرط الثالث هو العلم بجهة الإرث. بس تسألني يعني شنو المقصود يعني العلم بجهة الإرث؟ طبعاً شوفوا أحبائي أعزائي، يعني ينبغي يعني يعرف الجهة والمقدار والحيثية اللي يتعلق بها الميراث، أما من دون العلم بذلك وتكون الصورة مبهمة فإن ذلك حينئذ يكون غير صحيح. زين، طبعاً هنا صاحب الكتاب أيضاً يفصل لكم هاي الأمور، هي مسألة موت المورث حقيقة أو موت المورث حكماً، وكذلك موت المورث تقديراً. شو المعنى تقديرا؟ يعني شلون من قبيل قضية الأحباء الجنين، مرات الجنين يعني يحكم بحياته ويبنى على أنه على قيد الحياة، لكن بعدين تشيء أو تشاء الأقدار أنه يتوفى هذا الجنين، فحينئذ يكون تقديرا هو ميت، فصار عد الموت يقسم بهذه اللحظة على ثلاثة أقسام، موت حقيقي وموت حكمي وموت تقديري، وكذلك ينبغي أن نتأكد من حياة الوارث بعد موت المورث، وكذلك يكون عنده علم بجهة الإرث اللي يستحقها الوارث من قبيل المورث، وتحديد هذه الجهة هل هي من قبيل القرابة أو النسب أو ما شاكل ذلك. وكذلك من شروط الإرث أحبائي هو انتفاء المانع. انتفاء المانع، يعني شو انتفاء المانع؟ احنا عندنا بالشريعة الإسلامية إذا كان الوارث قد قتل المورث فإنه لا يستحق الميراث. زين، لذلك أحبائي قانون الأحوال الشخصية
لم يتطرق إلى موانع الإرث، لم يتطرق إلى موانع الإرث، لكن هي موانع الإرث أحبائي كما وردت في الشريعة الإسلامية، وإحنا اتفقنا سابقا المواد والنقاط اللي ما يتضمنها قانون الأحوال الشخصية. وين نرجع؟ نرجع إلى المطولات الفقهية والمدونات الإسلامية، وهذه المطولات الفقهية أشارت إلى أن موانع الإرث على ما يبدو 3 إلى 4. المانع الأول الرق، يعني العبد لا يرث سيده. تدرون هذا إحنا عندما نتحدث في هذه المسألة نتحدث عن أحكام من ذلك الزمان إلى هذا اليوم. فسابقا كان أكو بعض الناس يشتري عبيد، ذول العبيد يقومون بخدمته، فإذا مات السيد حينئذ وبقى العبد، يعني وبقى عبده. هنا العبد هل له حق أن يرث سيده؟ الجواب كلا. إذن هذا مانع. المانع الثاني من الميراث أحبائي هي مسألة القتل، يعني إذا قتل الوارث مورثه هل يرث؟ قالوا لا، ما يقتل طبعا، سواء كان القتل عن عمد أو شبع عمد أو القتل الخطأ، لاحظوا شلون هذا، أو القتل الذي جرى مجرى الخطأ. لأني 4 أنواع للقتل: القتل العمدي وشبه العمد وقتل الخطأ وكذلك القتل الذي جرى مجرى الخطأ. جميع أنواع القتل إذا كان الوارد سبباً في واحدة من هذه الأربعة فإنه لا يستحق الميراث حينئذ. زين، المانع الثالث أحبائي من موانع الميراث، لأن صار عندنا شقد أحبائي تحدينا، صار عندنا 2 من موانع الميراث. المانع الأول العبودية الرق، المانع الثاني القتل بشتى صنوفه اللي هم القبيل، القتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ والقتل الذي جرى مجرى الخطأ. المانع الثالث أحبائي هو اختلاف الدين، يعني هل يستطيع الكافر أن يرث مسلما؟ الجواب كلا، الجواب كلا. زين، قضية أخرى بإمكانك تسألني، يقول إذا كان الوارث غير مسلم والمورث مسلم يصير يعني يرثه؟ الجواب كلا. زين، هل يجوز أو هل يحق للوارث الكتاب الكافر الكتاب أن يرث؟ طبعا هذه المسألة هي من المسائل المختلف فيها، البعض ذهب إلى الجواز والبعض من ذهب إلى عدم الجواز، وكذلك إذا كان الوارث مسلما وكان المورث كتابيا فذهب البعض إلى جواز ذلك، كالخلاف الذي تقدم علينا في مسألة الزواج المسلم من الكتابية، إذا تتذكرون ذلك في مسألة الزواج. فعندنا هنا مجموعة من الأمور. أولاً إرث غير المسلم، طبعاً أجمع الفقهاء على أن غير المسلم لا يرث المسلم مطلقاً، يعني هذا كافر يصير يرث المسلم؟ الجواب كلا. الدليل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا واحد. زين، القضية الأخرى، هل المسلم يجوز له أن يرث من غير المسلم؟ مسلم يعني بالعكس، يعني قبل قليل كان غير مسلم يرث من المسلم، هسه لا، مسلم يرث من غير المسلم، هل يجوز له ذلك؟ الجواب ده لجمهور الفقهاء لأن المسلم لا يرث من غير المسلم، يعني المسلم لا يرث من غير المسلم، لذلك جمهور الفقهاء عندما المسلم لا يرث زوجته المسيحية أو اليهودية، يعني أصحاب الكتاب، بينما عند الإمامية يجوز عندهم أن يرث المسلم زوجته الكتابية أو اليهودية. زين، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أحبها هو الإرث بين غير المسلمين، يعني هل يجوز يعني لغير المسلم أن يرث غير المسلم؟ طبعا هاي المسألة اختلفوا بها، ذهب بعض الفقهاء
إلى أنه غير المسلمين هم بيناتهم ملة واحدة، وبالتالي إذا كانوا ملة واحدة فهم يتوارثون فيما بينهم. يعني المسيحي يرث المسيحي، واليهودي يرث اليهودي، وما شاكل ذلك. طبعا بعض الفقهاء ذهب إلى خلاف ذلك وعدم جوازه أيضا. عندنا كذلك تقدم عندنا مسألة المرتد. المرتد ذكرنا في وقتها إذا ارتد المسلم فإن زوجته تبان منه، والمرتد حينئذ يقسم إلى فطري وإلى ملي، ويعدل ويحكم على المرتد بأنه ميت، وتقسم الورثة الأموال على ورثته. نعم. زين. كذلك عندنا مسألة اللي هي تفصيل إرث المرتد من غيره وإرث الغير من المرتد، يعني هل يجوز أو لا. المرتد هو الشخص الذي ترك دين الإسلام وارتد يعني إلى دين آخر، فهنا إذا ارتد المرتد يعني هل يجوز له يعني المرتد أن يرث من غيره؟ الفقهاء قالوا لا ينبغي الشك بأنه لا يجوز للمرتد أن يرث غيره مطلقا، يعني سواء كان مسلم أو غير مسلم. هذا نفس المرتد، هل يهو يعني هل يجوز له أن يرث من الكتابي؟ هل يجوز للمرتد أن يرث من المسلم؟ الجواب لا يجوز مطلقا. لاحظ شلون؟ لأنه مرتد. المسألة الأخرى بالعكس، هل يجوز للغير أن يرث من المرتد؟ يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما أو لا. طبعا الفقهاء المرتد بعد ارتداده الأموال اللي يكتسبها وين يخلوها؟ يخلوها في بيت مال المسلمين. أما الأموال اللي اكتسبها قبل لحاقه بالارتداد فإنها حينئذ تكون لورثته المسلمين باعتبارها الأموال محصلة أما كان مسلما أو ما شاكل ذلك. زين. المانع الرابع أحبائي، صار عندنا لحد الآن عيوني، عندنا موانع، يعني موانع يعني الإرث قلنا أربعة. الأول الرق يعني العبودية، والمانع الثاني اللي هو القتل، وأحبائي المانع الثالث اللي هو اختلاف الدين، والمانع الرابع أحبائي هو اختلاف الدار. هاي المسألة من المسائل الاجتهادية عند فقهاء المذاهب الإسلامية. احنا ما عندنا شيء. فقهاء المذاهب الإسلامية يذهبون إلى أنه إذا كانت دار مختلف بين الوارث وبين المورث فإنه لا يرث على بعض النواحي. لذلك يقسمون الاختلاف الدار، يقول الدار إذا كان مختلف فإنه لا يرث. طبعا مطينا ثلاثة أمور اللي يتحقق بها اختلاف الدار، اللي هو اختلاف المنعة والقوة، يعني كل واحد إلى جيش خاص، اختلاف الحاكم، وانقطاع العصمة بينهما. فإن هذه الأمور إذا تحققت فإنه يكون لكل من الوارث والمورث دار خاص به، وإذا كان لكل واحد منهما هكذا دار فحينئذ الميراث لا يتحقق بينهما. هذا المقدار اللي أراده جمهور الفقهاء من هذه المسألة. أما عند فقهاء الإمامية، هل هذه المسألة من المسائل يعني اللي يعني ينبغي أن تقف تكون سبباً لعدم الميراث؟ الجواب كلا، فإن الإمامية دائماً أذكر لكم هذه المسألة أنهم يتمسكون في مسألة النصوص. طبعاً هذا تمام الكلام اللي أردت أن أبينه في هذه المحاضرة الأولى من محاضرات الميراث.